لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس، قال: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الباب فيه استحباب ترك الترفع في اللباس، وذلك لأن الترفع في الظاهر دليل على الترفع في الباطن، ولا شك أن الترفع على الخلق والتكبر عليهم من الذنوب العظيمة ومن كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فدل هذا على أن التكبر من كبائر الذنوب، وذلك يستحب للمرء أن يتواضع في لباسه، لأن التكبر في اللباس دليل على التكبر في الباطن. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا في هذا الباب، حديث معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله. من ترك اللباس يعني اللباس الرفيع تواضعا لله وهو يقدر عليه، لأن الذي لا يقدر ليس له هذا الحكم، لأن الذي يقدر معدم، أما الذي يقدر فهو الذي يجاهد نفسه. قال: دعاه الله يوم القيامة، هذا هو الفضل، على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وهذا لا شك أنه فضل عظيم لمن اتصف بهذه الصفة، أنه يترك اللباس تواضعا تواضعا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث فيه بيان محبة الله سبحانه وتعالى لمن يظهر نعمة الله عليه، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فالله يحب ويحب سبحانه وتعالى، فيثبت لله صفة المحبة كما تثبت له بقية الصفات على ما يليق بجلاله. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والمسلم عليه أن يبحث عن محاب الله ومراضيه حتى يعملها، لأن الله عز وجل إذا أحب عبده فإنه قد رضي عنه، وإذا رضي الله عنه أدخله جنات النعيم. فلذلك المسلم الكيس يبحث عن محاب الله ومراضيه في الكتاب وفي السنة حتى يمتثلها ويعمل بها. ومن محاب الله عز وجل هذا الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهذا الحديث عام في كل نعمة، ليس فقط هذا الفضل مختص أو هذه المحبة مختصة باللباس، بل في كل نعمة أنعمها الله عليك فالله عز وجل يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك. فمثلا لو أن الله عز وجل أنعم عليك بالمال، فإنك تنفق في هذا المال تنفق هذا المال في مراضي الله ومحابه، وهذا من شكر نعمة الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم عليك. إذا الله عز وجل رزقك العلم النافع، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك بأن تعلم الناس وتدرس الناس، يعني تفرغ نفسك للناس، تجعل هذا العلم منتشرا بين الناس، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي ينعم الله عز وجل على عباده، فإن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على عبده. ثم هنا مسألة: كيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله؟ فهنا قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أي لو أن الإنسان عنده مال
فإنه يلبس اللباس الذي يليق به وبالمال الذي عنده. وفي الحديث الذي مر علينا قبل قليل، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يلبسه من أي حلل، من أي حلل الإيمان. فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن البدادة من الإيمان، يعني التواضع في اللباس، إن البدادة من الإيمان، عندما تذاكر الصحابة الدنيا وكأنهم ذكروا الترفع في اللباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البدادة من الإيمان، إن البدادة من الإيمان. والبدادة هي ترك الترفع في اللباس والتواضع فيه. وبين هذا الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، نقول لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في لباسه وفي كل شؤونه، لأن هذا من شكر النعمة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترفع في لباسه، يلبس لباس أهل الكبر والطغيان، فالله يحب أثر النعمة لا يحب التكبر. وبين الحديث الذي قبل قليل من ترك اللباس تواضعا، هذا ذكر بعض العلم أنه قد يكون في مكان يعني فيه فقراء لا يستطيعون مثل هذا اللباس الرفيع، فإنه لو تركه تواضعا لله عز وجل فإن له هذا الفضل حتى لا يكسر قلوبهم. كذلك حديث البدادة من الإيمان، قال بعض العلم، وهذا الوجه الثاني في الجمع بين هذا الحديث، أنه يفعل ذلك أحيانا، أنه يفعل ذلك أحيانا، أن يكون الأصل أنه يظهر نعمة الله عليه في غير تكبر ولا مخيلة، ولو لبس أحيانا يعني اللباس المتواضع يعني الذي هو دون منزلته فإن هذا من الإيمان. إن البدادة، والمراد بالبدادة كما ذكرنا التواضع. بعض الناس يظن أن البدادة هو أنه يلبس الملابس القديمة أو المتسخة، أو أنه لا يعتني بلباسه، فهذا شيء، ومسألة أنك تتواضع في اللباس شيء آخر. يعني بعض الناس الآن يفهم مثل هذه الحديثة التي تأتي في الزهد والتواضع يفهمها بشكل مغلوط، فتجده يلبس الملابس المتسخة أو يبقى الثوب عليه مدة طويلة وتظهر منه الرائحة أو يظهر منه شيء من الوسخ، ويرى أن هذا من التواضع. هذا ليس من التواضع، هذا خلاف طريقة أهل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، كما قال رجل يعني إني يحب يعني إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال له النبي إن الله جميل يحب الجمال، الأصل التجمل التزين حتى في اللباس المتواضع، البس لباسا متواضعا يعني ولكن نظيفا مرتبا. فلذلك بعض الناس يفهم مثل هذه الحديث فهما مغلوطا. ثم هنا مسألة أيضا مهمة، أن بعضهم وهي يعني تغلب عند المتصوفة، أنهم يتركون اللباس الجيد أو اللباس الذي يليق في مكانة العبد مالا وحالا وعرفا، ويرون أن هذا من العبادة. ولا شك أن هذا نوع من الابتداع في الدين، هذا نوع من الابتداع في الدين. فالمسلم عليه أن يلبس اللباس الذي يناسب حاله ومكانه وزمانه وعرفه، ولا علاقة بين تواضعك في اللباس وبين لباسك اللباس الطيب. فمثلا لباس أهل هذه المنطقة مثلا أشماغ والثوب، ولو لبس هذا الثوب وهذا الغترة النظيفة الجديدة، هل هذا يدخل في التكبر؟ هذا لا يدخل في التكبر. فلذلك لا بد أن تفهم هذه الحديث على وجهها. فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أيا كانت هذه النعمة. والله أعلم، وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.